هو انت هتصلي الفجر فين يا شيخ حسن؟ في الجامع. ايوه في انهي جامع؟ ما اعرفش اصلا، انا لسه جديد في المنطقه الحقيقه. ما تعرفش هنا الجامع فين؟ على الشمال في اخر الشارع ده. صحيح، ده اللي قدام الكنيسه. ايوه. يبقى طريقنا واحد. اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل يا هرس، اتفضل. لا والله اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل حضرتك. اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل. اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل حضرتك. اتفضل يا حسن. اتفضل، ما احنا هنشوف بعض. يلا. يلا فين؟ يلا. اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل. اتفضل. اتفضل يا مرس. اتفضل. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا يا رب الحال في كل مكان، يا مالي كل مكان ولا يحويك مكان، قلوبنا المنكسرة والمتواضعة لا ترزلها يا رب، ارحمنا واغفر لنا خطايانا. ليترأف الله علينا ويرحمنا ويظهر وجهه علينا ويباركنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا العذراء القديسة مريم. امضوا بسلام. سلام الرب معكم. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. بقول لك ايه يا شيخ حسن، انا عندي سؤال كده عايز اسالك فيه. اتفضل يا مرس. افرض انك كنت مسيحي زي كده. نعم. يعني بقول افرض يعني والظروف خلتك تصلي في الجامع، هل ربنا يقبل صلاتك؟ اسمع يا مرس، عندكم في الانجيل ايه بتقول اذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي هناك اكون في وسطهم. يعني الرب في كل حتة، الرب جوانا يا مرقص. جميلة، فيلم جامد جدا. ممكن تسمعي كلامي ونخشه من 3 لـ 6؟ انا اتفقت مع احمد ونانسي خلاص. طيب انا خلاص محاضرة واجيلك. ماشي، باي باي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ عماد حسن العطار؟ أيوه. ابن الشيخ حسن العطار. أيوه. ده واختنا وراك يا شيخ. أيوه. أنا عبد النبي طه، مقرر أسرة شباب الإسلام. أيوه. أنت عارف يا أخي عماد إن انتخابات اتحاد الطلبة الأسبوع اللي جاي. أيوه. وإحنا بنكون الكوادر المهمة اللي هتكمل المسيرة بتاعتنا بعدنا إن شاء الله. أيوه. إحنا عاوزينك معانا. أيوه. وكمان عاوزينك ترشح نفسك من خلالنا في أسرة شباب الإسلام. مين بقى المسؤول هنا؟ أنا. طب اعمل لي محضر غلق وشمع لي الفرن ده وهاتوا لي المدير. مين فيكم المدير؟ أنا. يا باشا أنا المدير. أنا اللي مسؤول هنا. يا أخويا ما تتعزموش على بعض قوي كده، دي قضية يعني فيها غرامة وحبس وكل اللي نفسكوا فيه. هاتوهم. اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل. يا الله. اتفضل حضرتك. اتفضلوا كلنا. كلنا اتفضلوا مع بعض. الو، وحياتك مختار موجود؟ مختار اللي هو مختار. قوله حسن، حسن حسن العطار. دي مش حياة يا مختار. انا مش حاسه يا اخي ان انا ست متجوزه. كله شغل شغل شغل، يا اما في مأمورية يا اما في اجتماع يا اما في الوزاره. خلاص خلاص يا امينه، واحنا خارجين بناكل مع بعض اهو. مختار انت في واحده تانية في حياتك. واحده تانية ايه؟ وانا ملاحق معاك عشان الاحق على واحده تانية في حياتي؟ وبعدين يا حبيبتي يا حياتي يا روح، ما انا موجود معاك اهو قاعدين لوحدنا، قافل التليفون بتاعي وقافل الجهاز ومفيش مخلوق في الدنيا يعرف انا فين. يا مختار باشا، 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 تليفون عشانك يا باشا. انا مش قلت لك اني مش موجود؟ مين؟ انا ما اعرفش مين سعادتك. مره يبقى اسمه حسن ومره يبقى اسمه بورس، اللي تشوفه سعادتك. هي بقى اسمها بورس دلوقتي يا مختار؟ امينه ارجوك ما تفهمنيش غلط. اهدي. الو. ايوه يا اخ بورس. احنا في البوكس يا باشا وطالعين على اسم رود الفرج. انا عارف يعني سيادتك مشغلك كتير وربنا يكون في العون، بس يا ريت سيادتك يعني كلمه كده للاسم يخرجونا. لا 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 ما تقلقش، انا هكلمه الموضوع هيخلص. الموضوع اللي هيخلص هو موضوعنا احنا يا مختار. انا لا يمكن استنى معاك دقيقه واحده بعد كده. امينه استني بس. استني. الو، مين عايزه؟ قول له مرقص. مرقص عبد الشهيد هو عارفني. يا امينه اسمعيني، اسمعيني يا امينه، انت مش فاهمه حاجه، سيبيني افهمك. يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا. في ايه يا زفت؟ تليفون تاني عشانك يا باشا، بس المرة دي اسمه مرقص، بس بيقول لي اقول لك ان اسمه محمود. كمان محمود؟ امينة امينة استني بس. ايوه يا استاذ مرقص، قول له الاستاذ محمود يقول له الاستاذ بولس ان الباشا مش فاضي دلوقتي، واتصرفوا انتوا مع بعض. خد الاثنين دول على الحجز عشان بكره هيتعرضوا على النيابه. تحت امر سعادتك يا باشا، تحت امر سعادتك. يلا يا اخوان اهو قدام على الحجز. ما تيلا يا حبيبي انت اهو. بس بجد فيلم يجنن. فيلم بس هو اللي يجنن. ايه ده ايه ده، انت قصدك ايه؟ قصدي يعني هو حرام علينا وحلال عليك انت يا عم عماد ولا ايه؟ انت قصدك ايه؟ مريم. مالها مريم؟ هي مش برضه مسيحيه ولا ايه؟ اه مسيحية، بس الموضوع هنا يا احمد يعني مختلف. انت هتقعد تبسبس لي خلاص يا حاج، مبروك عليك. لا يا احمد، لا يا احمد، الموضوع هنا مختلف. يعني هي نانسي و انت عاوز ايه بقى؟ يلا بينا يا عم.